من بين عدة محطات سيزورها بابا الفاتيكان في العراق. هنا في الموصل القديمة ستكون محطته الوحيدة حوش البيعة كما يعرف شعبيا، وهو حوش يجمع عدة كنائس متجاورة في الموصل القديمة، من بينها كنيسة الطاهرة. هو حوش البيعة يضم عدة كنائس، 4 كنائس بالحقيقة، للسريان الأرثوذكس، السريان الكاثوليك، كذلك للأرمن. الكنيسة الطاهرة اللي هي للسريان الكاثوليك، أكملنا المرحلة الأولى من الإعمار. هذه الكنيسة كانت آخر معاقل المتطرفين في الموصل، وتعرضت لأضرار كبيرة إبان الحرب على الإرهاب. اختارها الفاتيكان كموقع يزوره البابا، وينقل من خلال هذه الزيارة رسالة إلى العالم عما تعرضت له هذه المدينة من مآس عديدة. وسيصلي أثناء زيارته إلى هذه الكنيسة على أرواح من قضوا نحبهم في الحرب. هذه المنطقة مدمرة بالكامل، هي في المنطقة القديمة، والمنطقة القديمة بصورة عامة مدمرة، لكن هذه الكنيسة وهذه المنطقة وهذا الحوش، حوش البيع الذي يضم تقريبا 4 كنائس، مدمر بصورة أكبر بالحقيقة. لذلك وقع الاختيار من قبل الفاتيكان على هذا الموقع، وسيتبارك بزيارة البابا، وأكيد مثل ما قلت قبل قليل سيتحول وسيتوجه نظر الرأي العالمي إلى هذه المنطقة، الموصل القديمة، وأيضا إلى الموصل بصورة عامة والعراق أيضا. زيارة وصفت بالتاريخية وهي الأولى من نوعها إلى العراق. يتطلع فيها المسيحيون إلى آمال جديدة بعد حقبة سوداء مرت بهم، ومن بين الآلاف لم يعد إلى الموصل سوى 60 عائلة فقط من المسيحيين بعد 4 سنوات على انتهاء الحرب، بينما عادت مئات العوائل إلى مناطق سهل نينوى. ولا يزال الآلاف من المسيحيين خارج المحافظة، بعضهم يعيشون في إقليم كردستان ومترددون ما بين العودة أم لا، والبعض الآخر قد غادر البلاد منذ عام 2014. من الموصل، محمود الجماسة، قناة التغيير.